عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة لمهمة بزاف وهو أسباب العمى عند الأنانيب. إذن للحديث عن هذا الموضوع فهناك نقطتان أو هما أسباب، يعني سببين، واحد مباشر يعني سبب مباشر وسبب غير مباشر. نهضروا على السبب المباشر يعني، وهي نقطة مهمة في الحقيقة، وهي الاقتتال بين الأرانب. فمثلا لا يمكن أن يكون في مكان واحد ذكرا بحال هاد الأقفاص كما كتشوفوا معايا، أنتم راهم كاينين يعني كل واحد بالكاس ديالو، ميمكنش نحطهم في واحد الجهة. يعني الناس اللي عندهم التربية الأرضية يحاولوا يفكروا مزيان في هاد القضية، أن ما خصوش يكونوا جوج أرانب ذكور في مكان واحد ولو كانوا إخوة. يعني ملي كيوصلوا كيوصلوا كي حنا كنقولوا كيوصلوا هما يعني كيبلغوا صافي كيوليو واحد ما كيحملش الآخر، ممكن أنه يقتلوه، ممكن أنه يفقسلو عينه. هي غالبا أنا علاش جبت لكم هذا الموضوع، لأن غالبا كيكونوا الأرانب كيتقاتلوا بعضياتهم، وكي واحد كيفقس الآخر عينه. شحال من واحد كينوض في الصباح يعني كيكونوا حاس الهم، حتى كينوض كيلقى شي واحد، يعني ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع بحال هكا يعني التشوهات، ولكن كيلقى شي واحد مشوه من عينه، وهي راه كيكون واحد يعني ضرب واحد، وإما ضربوا في عينه إما تقبلوا عينه. مهم ما تحاولوش أنكم تحطوا جوج ذكور في مكان واحد. إذا هذه نقطة يعني سبب مباشر. أما السبب غير مباشر وهو تراكم الفضلات. تراكم الفضلات في مكان ضيق كيؤدي إلى انتشار واحد الغاز اللي كيسميوه بالأمونيا. يعني هادشي ماشي شي حاجة يعني كمربي بسيط غادي او مبتدئ غادي تخلع من هاد الاسماء هكا، لا، غاز كي رائحه كريهه يعني كتنتج من تراكم الفضلات. الا خليتوا واحد الجهه يعني الفضلات فيها يتخلط لهم مع الفزك ديالهم، عزكم الله غادي تكون واحد الريحه يعني حتى الانسان راه ما كيستحملهاش، حرا عاد الحيوان. اذا هاد الغاز سميتو غاز الامونيا، وكيتكون ماشي غير غاز، كيتكون حتى فيروسات وفطريات. كتدخل هاد الفيروسات والفطريات وكتسمى هادو كيتسموا اجسام غريبه، كتدخل للعين. ملي كتدخل للعين كتؤدي الاصابه القرنيه بالتهابات واختلالات على مستوى الجفن. اذا هاد الالتهابات تظهر على شكلين، يعني شكلين مختلفين. اولا يمكن ان يتغير لون العين الى احمر داكن، وهذه الحاله راه هي الخطيره. كيفاش كيتفاعل معها الارنب؟ كيتفاعل معها بسرعه يعني دغيا، هذاك الورم كيبقى يضر في عينيه، كيسد عينيه مباشره، الله يستر كيتصاب بالعمى. يعني هذه حاله متاخره. الحاله الثانيه وهي ان الارنب كيشعر بالالم في البدايه، كيبدا يقرص عينيه، يعني حنا كنقولوا كيقرص عينيه يعني كيسدهم بواحد الطريقه، تاره ويغلقها ويفتحها تاره اخرى، يعني كيبقى يسد عينه كيبان لكم نتوما بلي راه هو يعني كيتصرف بواحد الشكل غير طبيعي. من ثم كيتكون واحد القيح في العين، يعني العين بدات كتحارب هذاك المرض، بدات كتحاربه سمو كيتكون واحد القيح. من بعد كيولي هذاك القيح قشره بيضاء، كي بحال القشره كتكون في الطرف ديال العين، الطرف اما لداخل يعني من جهه لداخل اما على برا، المهم كتكون واحد القشره. في هذه الحاله ممكن المربي انه يدير واحد البوماده، يعني مرهم، يدير واحد البوماده سميتها عاديه ديال العين اللي كنستعملوا حنا، كنقولوا بوماده صفراء اوريوميسين، رخيصه في الثمن كدير 7 درهم. ممكن انه يديرها ويلاحظ ان الارنب ديالو كيتحسن بسرعه. لكن حنا من هذا الشيء كامل علاش غادي نخليو يعني الارنب حتى يمرض عاد نديروا له البوماده؟ يعني علاش ما نديروش الوقايه خير من العلاج؟ علاش نخليوه حتى اما
يوصل لواحد حالة متأخرة، ولا نخليوه يعني يبقى يمرض وينداويه، يمرض وينداويه. الوقاية في هذه الحالة ديال المرض العمى ديال عند الأرانب الله يسر، وهي النظافة، النظافة المستمرة. يعني ماشي غنقول لكم لا جيبوا شي منظفات وديروا شي ريحة زينة ولا لا، غير منين تكون، لاحظوا أن معايا أنا هذا الفكرة اللي داير هنايا، اللي داير واحد بانيو لتحت، بانيو كبير، وداير ميكا عادية، انتما رابطها بواحد الطريقة عادية انتما تحت القفص. سموك تلاحظوا من الفوق ان يعني الفضلات ما كتجمعش بزاف. دابا هادشي راه مجموعة يعني بزاف، انا راه كنعتبره بزاف، يعني ما يمكنش يتجمع اكثر من هاد الحد هذا. يعني هاد شوية هذا كنكب عليه الماء مباشرة كيمشي لواحد الثقب، انتما الا لاحظتوا معايا انتما كيمشي لواحد الثقب، هذاك الثقب فيه سموك يدير كي يمشي كل شيء انتما لهذا البانيو. هذا البانيو كنتخلص منه بطريقه سهله. انتما شوفوا شحال المجموع ديال الفسق ديالهم وشحال ديال الفضلات. ممكن ان هذا البانيو هذا منين تبغوا ترميوه حتى هاد شويه هاد الشيء اللي كاين في الميكا، انتما راه الميكا فيها الفضلات هي تحت، ممكن انكم تجيبوا الماء وتكبوه من فوق من هنايا من هاد الجهه، وداك الشيء كل شيء، لان الميكا راني داير لها لابوند، لابوند وهو الميل، يعني محطوطه بواحد الشكل مائل وفيها ثقب واحد، ماشي مثقبه بزاف، لا فيها ثقب واحد، راه غادي كل شيء غادي يمشي في ديك الفضلات، غادي تجمع وغتمشي في هذيك الثقب. الا كيبان لكم ها هو ثقب، ثم ممكن انني نحل الكاز وتشوفوا يعني الطريقه هذه، راني فايت دير عليها فيديوهات. انتما كاين ثقب، انتما الميكا كلها هي زرقاء، وكاين ثقب لمن كيدي لهاد البانيو هذا. انتما راه الثقب راه كيبان من هنايا، يعني ممكن تربطوها، انا ربطتها غير باليد. انتما ممكن انكم تجيبوا غير احزمه هكا وتربطوها على الجوانب ديال 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 القفص كامل صافي، وداك الفضلات ما كتبقاش تجمع انهم غادي يضرهم في العين ديالهم. يعني ممكن انكم هذه الطريقه هذه سيمانه وانتم ما تنقيوش عليهم، ولكن بعد سيمانه صافي، ثلاث ايام، اربع ايام، خمس ايام، يعني هي في الحقيقه اربع ايام صافي مزيان. يعني خطرات كيكون الانسان كيعجز كيمشي ما يمكنش تنظفوا يوميا، الناس اللي راهم دايرين الدجاج ولا دايرين الماشيه راه كيعرفوا اسمو هي التنظيف يوميا، يعني راه فيه واحد العيب باش تبقى تنقيني يوميا. اما بهذه الطريقه هذه ما غاديش تضر الارانب ديالك، العيون ديالهم غادي يبقاو صافيين، ما غاديش تضر حتى انت هي بديك الريحه، الاهل ديال الدار ما غايشموا حتى ريحه ديال الغاز اللي هضرنا عليه ديال الامونيا. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تنقيو. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بزر الجيم دعمونا. مرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.